ركزي معاها وركزي على اللي قلته لك كويس. وانت يا دينا فكري، علشان عندنا اساليب تانية مش هنحب نتعامل بيها يا ماما. انا مش فاضيه لك. مالو دينا؟ انا سامعك انت بتعيط. انا كلامي مش بضحك. انت بتعيط صوتك ليه؟ عشان انت بتستفزني يا دينا. بستفزك في ايه برضه؟ ما تعليش صوتك. دينا هتعامل معاكي باسلوب مش هتحبيه يا ماما. لا اتعامل. دينا ما تخلينيش اعاملك باسلوب مش هتحبيه. اوكي اتعامل يلا. هتندمي. لا مش هندم، ما بندمش. جدع. وانتوا يا عرب عاملين لي جدعين. ما بتخافيش، عامله زي المصريين كلهم بيقولوا مش بنخاف، واول لما يجي اي حد بيهربوا. لا هم مش عاملين، هم بيخافوش. لا العرب جبنة. اوكي العرب جبنة. يعني انت مصره انك ما بتخافيش. مين احنا؟ معرفش اللي هو بيتكلم عنه. مصره انك ما بتخافيش؟ ما تعليش صوتك. حتى لو شفتي جاكوب؟ شفت مين؟ جاكوب. مين جاكوب ده؟ انا ما ينفعش احكي لك عنه. جاكوب بيتشاف مش بيتسمع. شفتي جاكوب؟ نو حبيبي نوت يس نوت يس. فكري يا دين. افكر في ايه؟ انا مستنياك تخلص. انت بتستهزئي بكلامي؟ لا انا بقولك مستنياك تخلص. انا ما استهزأتش، بقولك مستنياك تخلص. دينا. ها؟ يس. دينا ما تخلينيش استخدم اسلوب مستر فيكتور. حبيبي احنا مش هندخل جاكوب عشان هي رقيقه وصغيره. هو جاكوب ده ايه كان؟ يا جاكي ما يبقاش قلبك حنين كده على المصريين يا حبيبتي.